من استوديو صيف البحرين صبح عليكم بأجمل الترحيب مشاهدينا في صباح يوم الثلاثاء، حلقة جديدة، مواضيع جديدة. في البداية صبح بزميلتي إيمان. صباح النور. شو النشاط اليوم؟ اليوم النشاط مو نفس نشاط يوم الأحد، شوي نص الأسبوع النشاط يقل. إيه، وبعد مع الدايت مع الدايت شوي بعد تتعب أكثر. إيه تتعب أكثر الصج، لأن مقللة الكارب. وايد مقللة الصج، قاعد أحافظ شوية على نظام صحي يمكن مختلف في طريقة الأكل، بس الحمد لله يعني ماشيين. أكيد خلي أصبح في البداية على كل متابعينا ومشاهدينا في هذه الساعة الصباحية اللي تكون خفيفة عليكم، إن شاء الله تعجبكم مواضيعنا. بداية صباحنا بننتقل إلى مدربنا الرياضي خالد البستقي، وكالعادة نتعرف على تحدي اليوم معه. صباحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله راح نستعمل دنابل أو غراش ماي صحة. اللي بيستعمل غراش ماي صحة يترسهم ماي أو تراب إذا يبي، عساس يضيف وزن على التمرين. تمرين اليوم بيكون تركيزه على عضلات الفخذ الأمامية، عضلات الفخذ الخلفية. بنتحرك بتيمبو عساس نضيف مقاومة أكثر في التمرين على العضلات اللي بنركز عليها. دمبل أو غراش ماي صحة. اللي ما عنده دنابل يستعمل ذلين، يحط فيهم تراب أو ماي. أنا كنت أستعمل ذلين قبل أشتري الدنابل. الدمبل يا دمبلين يا دمبل واحد. الواحد طبعا اعرف مستواه وقوته، زين انا بلعب بدمبل واحد لان في تيمبو، والتيمبو يتعب العضل عاده. بنيود الدمبل بهذه الطريقه وبنزل. اول شيء 8 عدات تحت 8 عدات فوق، التكرار بيكون مرتين. فبنزل بهالطريقه، بحسب 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاي الطريقة سوي مرتين ورا بعض. عقب دايركت بحسب 6 عدات، بس بسوي كم؟ 4 تكرارات. أروح 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. هاي نسوي 4 تكرارات من هالعدة. عقب دايركت بسوي كم؟ عدتين، بس بروح 6 تكرارات. فشن نسوي احنا قاعدين؟ قاعدين نقلل العدات ونزيد التكرارات. فبروح 1 2 1 2 1 2 1 2. هذا اسوي 6 تكرارات، وبعدين بنزل سنجلز نفس ما نقول 12 مرة. 1 2 3 4 5 6، لما خلص 12 عقب على طول انزل الدمبل بدون اي شيء. الحين الفخذ بيكون تحسون بحرقه في الفخذ، اي بريلين ويا بعض. الحين بنط اوت اند ان، اكون تحت في سكوات بوزيشن. 1 2 3 4 5 6، لما نخلص 16، وإذا تقدر وفيك شدة خلص 32 واحدة هاللون. فهذه الطريقة بتكون مخلص ست واحد من كل هالتسلسل اللي سويناه. سامح راوند واحد بتريح لك دقيقة، بتعيد هالتسلسل من أول. لما نسوي إحنا 3 لـ4 جولات. هذه الطريقة من التمرين راح تساعد على بناء الكتلة العضلية عندك في عضلات الفخذ الأمامية، وبتساعد انها تطور من مستواك في التحمل تحت هالضغط او تحت هالنوع من التمرين. يعطيكم العافية. أكيد نشكر المدرب خالد البستقي على تمارين هذا الصباح. مشاهدينا، تواكب المديريات الأمنية باستمرار مختلف المتغيرات والظروف المحيطة بالمواطن، وتعمل السواعد الشرطية دون توقف إلى جلب المواطنين والمقيمين في مختلف مناحي حياتهم.
وقد شهدت مملكة البحرين انتشارا شرطيا كبيرا يغلب عليه ملامح الأدوار الشرطية الحديثة في خدمة المواطنين والمقيمين وضمان استمرارية الحياة بوتيرة آمنة ومريحة للمجتمع. أكيد إيمان، الحديث أكثر عن الأدوار الشرطية في تأمين سلامة المواطنين والمقيمين. معنا عبر الهاتف المقدم محمد خالد بوعينين، رئيس مركز شرطة الحورة، مديرية شرطة محافظة العاصمة. صباح الخير مقدم محمد. صباحكم الله بالخير الأخ حمد والأخ إيمان. يا هلا ويا مرحبا فيك. مرحبا فيك. في البداية شهدنا خلال الفترة الماضية جهود استثنائية مميزة للشرطة في البحرين، حدثنا أكثر عن النجاح اللي حققه الكوادر الشرطية في الأمن والأمان خلال هذه الفترة من تاريخ العطاء الشرطي البحريني. نعم، النجاحات على الصعيد الأمني كثيرة وتحققت بفضل من الله عز وجل وبفضل من التوجيهات السديدة من قبل سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية المؤخر وبدعم قيادتنا الحكيمة ممثلة بسيدي جلالة الملك حفظه الله. وهذه النجاحات تتمثل عموما في بسط الأمن العام والنظام العام وتأمين سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة. فالشرطة إلى جانب المراقبة وتتبع الوضع الأمني تقوم بجانب آخر هو جانب التوعية بأنواع الجرائم وأساليبها والمناطق التي تتركز فيها، وذلك من خلال نشر الثقافة الأمنية في أوساط المواطنين والمقيمين. نعم. عن طريق التواصل معهم في إطار الشراكة المجتمعية. نعم، يعني نفس ما تفضلت وذكرت المقدم محمد عن تأمين سلامة المواطنين والمقيمين من خلال الوصول إليهم ونشر الوعي بين كل بحريني ومقيم، وبالتأكيد هناك مسؤولية يتحملها المواطن وثقافة يجب أن يتحلى فيها. ما هي رسالتك للمشاهدين في هذا الجانب؟ الثقافة الأمنية والوعي المجتمعي من الأساسيات في مكافحة الجريمة والقضاء عليها، وهناك علاقة طردية. نعم. كلما تطورت الجريمة وأساليب المجرمين كلما ارتفع سقف الوعي لدى المواطن والمقيم، وتعتبر هذه من الجوانب التي أسهمت في نجاح العمل الشرطي في مملكتنا الحبيبة. ورسالتي إلى السادة المشاهدين هي أننا جميعا في هذا الوطن الحبيب نتشاطر مسؤولية الأمن. نعم. فكلما كان التعاون أكثر كلما تمكننا من القضاء على الجرائم بمختلف أنواعها. لذا يجب أن نستشعر المسؤولية ونولي الجانب الأمني اهتماما أكثر من حيث رفع مستوى الوعي وعدم التهاون في الأمور التي تمس أمن البلد. وهناك قنوات تواصل بين المجتمع والجهات الأمنية في إطار التوجيهات الرامية لتعزيز الشراكة المجتمعية. نعم. بشكل عام المقدم محمد، شنو هي القضايا اللي تنصحون فيها الأسر بالالتفات لها خلال فترة الصيف بشكل خاص؟ أجرينا العديد من الدراسات حول معظم القضايا التي تتنامى بين حين وآخر، واتضح أنها تختلف في تناميها وانخفاضها باختلاف الظروف الزمنية والظروف البيئية المحيطة. فعلى سبيل المثال في فترة الصيف نشهد قضايا الغرق في برك السباحة مثلا، وبعض الحرائق الناجمة عن استخدام المفرط للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى السرقات التي ترتفع نسبتها ارتفاعا ملحوظا حيث يستغل المجرمون غياب الأسر عن المنازل عند ذهابهم للسواحل أو سفرهم إلى خارج المملكة. أكيد جهود كبيرة تشكرون عليها المقدم محمد خالد بوعينين، رئيس مركز شرطة الحورة، مديرية شرطة محافظة العاصمة. كل الشكر لك في هذه المداخلة. شكرا لك حمد. إيش رأيك بفن المزيك؟ صراحة ما عندي فكرة عنه وايد. إحنا بنتعرف عنه أكثر. سامع عنه بس ما عندي فكرة وايد. إحنا الحين بنتعرف عليه وبنشوف التطبيق، لكن من بعد بس الكلمة قولي الكلمة بالعربي. الفسيفساء. الله. خلونا مشاهدينا من بعد هالفاصل أكيد ننتقل لفقراتنا الثانية، انتظرونا. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل، عندنا لكم فن جديد وحلو. مو جديد، هو بالنسبة للتاريخ وايد قديم. قديم صح، ولكن بنتعرف عليه أكثر. فن الفسيفساء زين قلتها عادة. وهي فنون من فنون الزخرفة العربية اللي اشتهرت به العديد من الدول العربية والإسلامية.
حيث يدخل هذا الفن في تزيين السيراميك وفي العمارة الإسلامية. بنتعرف أكثر عن هذا النوع من الفن مع ضيفاتنا في الاستوديو رائفة عبد العزيز. صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. أهلين رائفة، شلونك؟ الله يسلمك. إحنا نقدر نقول صباح هذا الفن الجميل وهالقطع الجميلة اللي مزينة الاستوديو معانا. الكثير يمكن أستاذة رائفة ما يعرفون فن الفسيفساء، أو يمكن معروف عنه المزيك، فإحنا نبي نعرف المشاهدين عن هذا الفن وطريقة عمل هذا الفن. أول شيء حبيت أشكركم وأشكر تلفزيون البحرين على هالاستضافة. بالنسبة حق فن الفسيفساء، وهو فن قديم جداً، هو عبارة عن مجموعة من الأحجار الصغيرة أو حتى الخرز المزيك، يتم تجميعها على شكل هندسي أو لوحة مثلاً رسمة، وتتكون عندنا لوحة فنية وعمل فني. يعني جميل. هو يعتبر الفن أساس، هو اللي يمكن قطع السيراميك أو قطع المزيك اللي تنرسم أو تنحط على شكل هندسي أو على شكل تنكسر. تنكسر وتنحط على الرسمة أو الأشكال الهندسية، يعني كأنك رسام ولكن بطريقة مختلفة. نتكلم يمكن من متى بديتي هذه الفن وشلون تعلمتي في البداية؟ أنا أول شيء خذيت دورة متكاملة في عام 2007 ومن 2007 ل 2018 أنا بروحي أمارس الفن ذي في بيتي. ما شاء الله. 2019 قررت أني أشارك الناس، ففتحت لي مشروعي الخاص اللي هو ريف، وبديتي تنطلقين في هالمجال. حلو. إحنا عندنا هذه اللوحة، إذا حمد تساعدني، هي ترى طاولة. تبطل. شوف شلون جميل، بس نخلي المشاهدين يشوفونه يمكن اكثر. عكس معكوسه. لا هي مو معكوسه، لان كذي هي. لا صح. قلت لك شكلي انا اللي فنانه في طبعا هذه القطعه هي طاوله وفيها مكان حتى حق الكوفي. انا عكس الكاميرا. فيها مكان حق الكوفي صح. شلون سويتي هذه اللوحه؟ هل رسمتي عليها قبل؟ وشلون اخترتي الالوان مع بعضها؟ هي اول شيء رسمه، بعدين وانا اشتغل هني عاد تصير تغييرات. حلو. ممكن انا اضيف شيء، اشيل شيء، يعني كذي. وبالنسبه حق الالوان عندي ولدي ياسر الله يحفظه يساعدني وايد في اختيار الالوان. وجه له تحيه اكيد. يستاهل. داعمي الاول. حب شغلش طبعا اكيد. هو بعد فنان ومبدع يعني. من وين تجيبين الحصى نفسه او السيراميك نفسه؟ المزيك، قطع المزيك اخذهم محلات اللي يبيعون سيراميك. حلو. او اطلبهم من برا. تطلبينهم. بس الفكره حبيتها حمد ان هي طاوله، يعني هي قطعه فنيه ممكن نحطها في البيت كطاوله، كلوحه، كديكور، كلوحه، يعني في كل شيء. يعني حتى الارضيه صح، تقدر تحط في الارضيه. اي صح. لان في النهايه سيراميك يعني. هو اساسا بداوا بالارضيات والجداريات. بس انا وين حبيت فكرة إن شوف في محل حق الكوفي وطاولة حلوة، يعني هذه أنا لو الطاولة عندي إياها في البيت ما بحط عليها شيء. عرفت ليه أساساً؟ تعمدت أخليها تنشفس على أساس تكون لوحة بعد. صح، يعني نقدر نخليها كلوحة ونقدر نخليها. طبعاً عندنا وايد لوحات هني، يمكن الحلو اللي أنا حبيته إن تقدرين تستعملين حتى هذا حق الزرع بعد زينتي بطريقة حلوة ومختلفة. بس طريقة شلون تكسرين يمكن القطع الصغيرة وتلزقينها، هاي السؤال. لما قلتي ان تاخذين السيراميك او الموزايك من المحلات، طبعا اكيد ما يجون كذي. يجون كذي نفس القطع الفوقيين ذلين. وانت تكسرينهم على الاشياء الصغيرة وتتحكمين بالحجم. هذين المربعات الصغار هم بعديون كذي في احجام، يعني هي مربعات احجام اللي يتكسر. اي هذه اللي مكسر. حلو والله. يعني هذه يبي لها بعد حس في الذوق، في اختيار أكيد. يمكن القطع، في اختيار حتى الالوان. احنا نبي نشوف ايش بنسوي معاك اليوم رائفة، بس اذا تبتدين وتشرحين لنا. عندي هذه القطعه، هي عباره عن قاعده كوب، بشتغل على هاي الجزء. حلو. بهاي القطع عندي. بس انتي رسمتي على اللوحة قبل صح؟ يعني شكلتيها، شلون بتسوين اللوحة؟ لازم اول شيء ارسم واوزع الالوان، اتخيلها اول شيء. اتخيلها في ذهني شلون بتطلع. حلو. وبعدها يتم التطبيق. وبعدها بس بعرف شلون بتكسر. احنا حنا هذه هي الكسارة مالت هاي القطع. في كسارة ثانية حق السيراميك. قطع السيراميك الكبيرة. الكبيرة. موضوع غير، انا في بالي كان
هذه بس كذي سهلة يعني بتحطينها في النص إيه وبس كذي ها تنكسر أوكي عاد بتكسرين أنتي أي حجم تبين مربع مثلا إذا مثلث كذي كسرين دوت يعني لو بنسوي مثلا انا الحين عندي هذه القطعه وبشتغل عليها يمكن انا امليها من النص بس على الزوايا ما اعرف شلون بركبها وبرتبها لان تيتش يعني الحواف حاده فشلون ممكن اقدر اتحكم شلون اصيغها بالزوايا اول شيء نبتدي بالاطراف تبتدي هي في الاطراف في الزوايا كاني ابروز اللوحه وبعدين اشتغل على الرسمه وعقب يصير اللي في النص حلو وشلون تلصقين هذه القطع هل في صمغ معين في ادوات معينه في الصمغ الابيض اللي هو مال الخشب حلو هذه اللي استخدمه الصق عادي وبس بعدين عقب ما اخلص عندنا المعجون اللي هو يسمونه الفيلر اي هو ذي اخلطه مع ماي اسوي نفس الكريمه واخلي عليه وبس بعدين انظف اللوحه وخلصنا رايفه كلمينا عن طبعا اكيد التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي الحين مفيده حق هاي الامور عشان تطرحين اللي تسوينه فشلونك فيه والله تمام يعني ما شاء الله متابعيني وايد شجعوني وايد معجبين بشغلي وكثرتها اليوم الطلبات على الدوره فانا في هاي الاوضاع ركزت وايد على شغلي فقعدت أفكر شلون أنا أوازن ما بين شغلي وهم أنه بعطيهم دورة فسويت هاي البوكس, هاي البوكس اللي هو ريف سميته ريف بوكس اختصاراً حق اسمك اختصاراً حق اسمي ويحتوي على كل الأدوات المطلوبة حق عمل قطعتين فنيتين وهم بعد نزلت فيديو يوضح نزلته في حسابي ريف يوضح طريقة الشرح بالكامل طريقة العمل شلون نكسر على أساس إن اللي بيقتني ذي البوكس يعرف يتوجه للفيديو ويتعلم أنا اللي حبيته حمد في البوكس إن البوكس متكامل وكل شيء موجود فيه كل شيء موجود فيه يعني ومرتب يعني حاطة السفرة مع المريلة مع القفازات حطت النظارات ما يحتاجون ولا شيء يعني يفتحون البوكس ويشتغلون على طول والحلو إن هي مرقمة يعني شوف هذه رقم 4 خطوة رقم 4 هذه خطوة رقم الأرقام حق التسمية أنا في النشرة وفي هني حق التعليمات حلو تعليمات وتسمية كل أداة يعني أنت رأيفة اختصرتي الموضوع الشخص اللي يبي يشتغل على اللوحة كل شيء موجود حتى قطع المزاييك أنا حبيتهم إذا بس أرويهم شوف شلون ملونين كذي ومجهزين بهالطريقة أنت تكسرهم اللي تبي ها حمد بتسوي؟ بتسوي أكيد؟ أكيد أشوفك بس أنا لأن يا موضوع شلون نكسرهم انا متاكد ان مخرجنا بعد راشد فكر نفس الشيء انه يكسرهم بالمطرقه لا عدتوا الاسبوعين بتكسرون اللوحه بس طلع الموضوع وايد اسهل يعني تشكوا خلاص في حتى يمكن القطعه الكساره اللي تكسر هل تشوفين في اقبال على هذا النوع من البوكسات وهذا النوع من المواد لان الحين تشوف الناس تحب هبه البوكسات خاصه احنا في هاي الاوضاع الناس قاعده في بيوتها فيبون شيء يشغلهم حتى تزيين البيوت ما شاء الله خذوا وبدعوا يعني حتى يرونك اللوحات اللي يسوونها اي وتشوفينهم وتعطين رايك وتحسين اي ما شاء الله يعني فيهم ابداع يعني يعني اتفاجئ من شغلهم كمبتدئين انهم بادين بهاي الطريقه ما شاء الله خلينا نبتدي ان شاء الله يمكن حتى ايمان البيوت يعني رغم انه هو فن قديم لكن البيوت الحديثة رجع هاي الستايل أحس يعني بدأت حتى البيوت تتزين من برا بهاي الأمور دي. لأن تجمل يمكن الشيء اللي أنت تبي تحطه يعني تخيل مثلا عندك طوفة صغيرة شي لوحة صغيرة تبي تزينها فأتوقع يعطيك جمالية في المكان بس احنا ما استغلينا صح بقول لك ليش احنا يوانا وايد فنانين وما زينا الطوفة دي أنا كم مرة أقول لك بزين وما زين كان حطينا لوحة كان احنا هناك فن شنو الرزن صح وحين المزايك الله يصير حتى دايركت نشتغل على يصير على طول الطوفة يعني حلو يعني ما خبرتوني قبل كان سويت لكم صيف البحرين بالمزايك الله صيف البحرين بالمزايك بس الصمغ اللي بتستعملينه على الطوفة نفس الصمغ اللي بتستعملينه على الخشب ولا يختلف
والله أنا أستخدمه نفسه بس أهم شيء السطح مو يكون أملس كذي لا لازم يكون شوي خشن أو على خشب. حلو. شلون تشوفين الفن هذي على الصحون على الأطباق الأشياء يصير على أطباق فخارية ممكن نفسي صح؟ أي على صينية خشبية مثلاً مساوية أنا بس ما قدرت أجيب كل أغراضي يعني. صح ما شاء الله عليك فنانة يعني بس ودي أسألك عن الدورة اللي قدمتيها في تركيا يمكن تحت الهواء كنا نسولف وياك وقلتي اللوحة اللي على يسارك هذه سويتيها في تركيا صح؟ هذه من أعز اللوحات عندي لأن سويتها في مكان يعني في وسط الطبيعة. كنت العام الماضي بروح تركيا وصديقاتي بعد بيتواجدون هناك فقالوا لي ليش ما تعطينا دورة بسيطة وخذت كل معداتي وياي وسوينا هناك الدورة ما شاء الله على النهاية طق علينا المطر ودخلنا داخل الأجواء اللي تكون حلوة دائما بس وايد استمتعوا كل واحدة فيهم سوت لوحة كذي وأنا اشتغلت وياهم حلوة حلوة اللوحة يعني حتى طريقة إنهم شو ماسكين يدهم يمكن هذه يعني بسرعة بسرعة أنا سويتها وتعبر عني أنا وصديقاتي حلو إذا حين وين وصلتي هذه القلوب عصره يصير على اللوحه دايركت او على كل قطعه اذا انا ابغى شنو اللي اسهل اللي على اللوحه دايركت يمكن يعتمد اذا انا القطع عندي جاهزين ممكن عصره كذي والصق بسرعه بس اذا انا بطول ما يصير عصره على مساحه عوده وعقب ينشف وينشف فالحين انا عندي القطع جاهزه يعني خطوات في البداية تحطين الجلو بعدين تلصقينهم يعني أستاذ إحنا عشان نخليك أنت تاخذين راحتك الشغلين الشغلة على لوحة وانت شرحي لنا إيش قاعد تسوين خطوة بخطوة ما يعني الحين بس أنا ألصق القطع في عندي المفروض يعني ملقط حق القطع الصغيرة بس نسيته أجيبه تبين أطلع لك من البوكس ما حطيته في البوكس لأن حق المبتدئين مو بيسوون قطع صغيرة صح فما حطيته بس أوكي نمشي عمرنا يعني ما شاء الله عليك فنانة مشكورة من ذوقك بس حلو تصفهم بشكل كذي أحس النهائي يعني الشكل النهائي بيطلع حلو أكيد أنا عقب ما شفت هالقطعة وشفت هالقطعة الجميلة وعلى فكرة إذا عندك طاقة سلبية بس اشتغلي خلاص حلو يفرغ الطاقة السلبية بشكل مو طبيعي صدق يعني دائما الفن يفرغ الطاقات لأنه هو عبارة عن تكسير عبارة عن أوكي عبارة عن تكسير تكسر شيء بلا أتوقع يمكن كل الفنون كذي إذا تشتغل فيها يمكن الطاقة السلبية التوتر القلق دي كله يروح منك لأنها تندمج مع اللوحة يعني أنت تركز فيها يعني أنا حتى عيالي لاحظوا إن من بديت أشتغل جد يعني من العام الماضي قالوا لي وايد صرتي هادية يعني شغلتي روحك بشيء تحبينه وشغفك دي أكيد يساعد فن الواحد يصير أهدى يركز في شغله أكثر يركز في اللي يشتغل عليه في الفن تبدعين أكثر بعد لما تكونين هادية أتوقع تبدعين أكثر أكيد الحين أنت بتحطين هذه الجهة باللون الأزرق صح؟ أي حلو هني يحتاج أن أكسر مثلثات صغار فأبتدي أسويهم إيش كثر يحتاج وقت رأيفة عشان يعني يكون ينشف الجلو نفسه هل يأخذ له وقت ولا في نفس اللحظة من تحطين عليه القطعة خلاص؟ أنا أفضل أخلي من 4 إلى 5 ساعات عشان تتأكدين أن القطعة ما راح تطيح ويكون عشان وأنا أحط المعجون ما في قطعة تتحرك وتطيح بس يعني إذا أنت مستعيلة مثل الحين اليوم عادي يعني ممكن. ولو خلطتي هذا فن بفن ثاني فن الرزن اذا تعرفين استاذ هل ممكن تحطين هذه عليها رزن حلو حتى الطاوله اللي عندك مسحت عليها مسحه بسيطه بس اتوقع يكون الملمس يمكن انعم شويه اكثر ما في تكتشر احس يصير صح لما تحط عليه الرزن فوقها يروح التكتشر معه يروح حلو اتوقع كذي احلى يعني شفت احنا حن يعني هذه لان في تقدر تلمس ان يعني متعوب عليه شغل
اذا كذاك تحسه رسمي، تحس انه في شوي حواف حاده. يمكن حمد احنا الحين تعلمنا الفنين، فن الرزن وفن المزيك، فبنخلطهم ويا بعض، نخلطهم ويا بعض ونسوي لوحه. كل شيء نبي نسوي. انا بس بكسر هذه. كشفتي فكرتي المستقبليه. كنت مفكره اني ابتدي بالرزن، ادمجهم مع بعض. حلو التطوير من الفن، حلو التطوير انه لما يكون في شغلات جديده، يمكن حتى اللي يتابعونك او يمكن حتى اللي حابين يشترون منك قطع يشوفون عندك اشياء مو متكرره. فايش كثر تحرصين على انه دائما تطورين هذا النوع من الفن؟ دائما يعني افكر، انا خذيت بعد دوره في الرزن على اساس اني ابتدي ما شاء الله الديزاين الجديد اللي في بالي. حلو، احنا ننطر الديزاين الجديد. على نهايه السنه بتشوفون شغلي كلش غير مختلف. بنتابعك في الانستغرام ونشوف نطبق الاشياء الجديده. لازم ناخذ لنا بوكس واحد مثل دي. انا ودي اسال الحين، هذا في بعض القطع فيها جلتر، هي منها وفيها فيها جلتر ولا هي كذي السيراميك نفسه؟ صح، بس انا حبيت شوف حتى الاختيارات. بس ما شفتي انت هذه اشرتي على ذي؟ ايه انا ضامن مره ثانيه. هذه فيها لمعه، وين يعني القطعه مالت المزيك فيها لمعه. ايه حلوه من ذوقك حبيبتي. زين احنا بنخليك رايفه تاخذين راحتك على ما تجهزين القطعه. بنطلع فاصل وبنرجع لك اكيد مع نهايه الحلقه عشان تشوف الشكل النهائي حق القطعه، لان احنا والمشاهدين متحمسين نشوف الشكل النهائي. ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وراجع مع باقي محطاتنا في صيف البحرين، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في صيف البحرين. تقوم إدارة حماية المستهلك ومن خلال قسم التمكين الاستهلاكي بتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية بمختلف فئاتهم العمرية، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية المختلفة لتحقيق هذا الهدف. أكيد إيمان، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فضيلة إبراهيم الأكرم. صباح الخير، رحب فيك اليوم. صباح النور ومرحبا واهلا وسهلا في هذا اليوم الجميل. يا هلا ويا مرحبا فيك، نورتينا. الله ينور. طبعا في البدايه خلينا نتكلم شنو الهدف البرامج التوعويه، وهي اليه طبعا الاليه المستخدمه في تنفيذ البرامج. طبعا الاليه المستخدمه في تنفيذ الفعاليات والبرامج التوعويه كان الهدف منها الرئيسي هو خلق ثقافه مجتمعية في المجتمع البحريني، رفع والارتقاء بالوعي الاستهلاكي سواء كان لقطاع المستهلكين أو كذلك للقطاع التجاري. لأن لما صدر قانون حماية المستهلك كان هناك في جوانب وقصور في الإدراك بالحقوق والواجبات لدى المستهلكين، وكذلك بالنسبة إلى القطاع التجاري للالتزام بالبنود التي تتعلق بحفظ حقوق المستهلكين، وكذلك الالتزامات التي يتعين على المزودين الالتزام بها. وهذه الثقافة كان مهم أن احنا نرتقي فيها. فعلى مدى السنوات الماضية عملت إدارة حماية المستهلك على نشر هذا الوعي والثقافة الاستهلاكية بكل ما أمكنها من قوة ومن خلال جميع الوسائل الإعلامية المتاحة سواء كانت مسموعة أو مقروءة. نعم، تفضلت يمكن وقلتي أستاذة فضيلة بخصوص يمكن آلية الخطط المتبعة عندكم لنشر هذه التوعية، لكن لو بنتكلم عن القنوات اللي يتم استخدامها في التوعية، ذكرت يمكن القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة، لكن هل هناك أيضا قنوات أخرى تحاولون توعون فيها المستهلك في هالجانب؟ طبعا هو أول قناة اللي استخدمتها الإدارة وهي القناة التقليدية اللي هي المحاضرات التوعوية المباشرة مع الجمهور سواء كانوا مستهلكين أو قطاع تجاري، من خلال محاضرات وكذلك ورش توعوية.
بالإضافة إلى هذا بدأنا نرتقي، ندخل في الصحافة كذلك، دخلنا في البرامج التلفزيونية مثل برنامجنا اليوم، وكذلك البرامج الإذاعية خصصنا برنامج إذاعي اسمه نافذة المستهلك، نستضيف فيه جميع المختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوعية الجمهور بالأمور والجوانب المتعلقة بالاستهلاك والمستهلكين. كذلك تعاوننا مع الشركات الاتصالات في أن نرسل رسائل توعوية من خلال المسجات القصيرة، رسائل التوعوية أيوة اللي هي توصل من كونسيومر، وهذه تروح على شكل SMS، رسائل نصية قصيرة. كذلك استخدمنا واستفدنا كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي من على مدى السنوات الماضية، اللي هي باستخدام منصات التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة السياحة على الإنستغرام والتويتر واليوتيوب. وطبعا هذه الوسائل اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي، هي اللي يمكن لاقت رواج اكثر من مثيلاتها من الاذاعه ومن التلفزيون، بالرغم من ان الاذاعه ايضا كان البرنامج يعني يذاع مرتين خلال الاسبوع الواحد، كذلك الرسائل النصيه، كذلك المجلات الاعلانيه التابعه لمحلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت، فكنا دائما ناخذ مساحه اعلانيه ونحاول ان احنا نبث من خلالها مسجات توعويه، عبارات توعويه بسيطة على أساس تكون سلسة وسهلة الفهم وترسخ في البال بالضبط. طبعا أكيد برامج توعوية كثيرة عملتوا عليها مثل ما تفضلتي وقلتي، وأكيد هذا شيء مهم يعني للناس والمجتمع عشان يتوعى أكثر. نقطة من النقاط المهمة موضوع الادخار، خلنا نتكلم عنه، وشنو الأمور اللي أنتوا أو البرامج التوعوية اللي سويتوها عشان أنتوا تخلون هذا الموضوع واضح للناس وممكن يستفيدون من هذه البرامج؟ نعم، موضوع الادخار موضوع جدا مهم، عملت عليه الإدارة خلال تقريبا 20 سنة الماضية، وكانت دائما تكثف جهودها في توعية المستهلكين إلى أهمية الادخار في حياة الإنسان اليومية. من خلال التوعية كنا نستخدم مثلا شنو الآليات اللي المفروض يستخدمها مثلا رب الأسرة أو ربة الأسرة أو حتى أفراد الأسرة، ومن النشأ الصغير، يعني إحنا دائما نركز في التوعية على المدارس الابتدائية، الفئة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك طلبة الجامعات، وكذلك ربات البيوت من خلال التوعية في المراكز الاجتماعية على أهمية موضوع الادخار، أن الواحد ومن خلال تحديد ميزانيته يضع له جدول بالأولويات خلال شهر كامل، أن هذا دخلي وهذه الأولويات اللي بحتاجها في خلال هذه الفترة القادمة، ويجب أن يكون هناك ولو مبلغ جدا صغير، ولكن هذا راح يقولون القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. فنعم علمناهم الآليات وطريقة الاحتساب، فهذا الموضوع يعني مثل ما يقولون موضوع قديم جديد، أن لازم الكل يكون عنده طبعا ثقافة الادخار، طبعا بالإضافة إلى المواضيع الاستهلاكية الثانية. نعم، يعني سادة ذكرتي موضوع الادخار، لكن أنا ودي أتكلم لك عن الشراء العاطفي اللي أنا شخصيا أعاني منه، يمكن الكثير بعد يعانون منه من المشاهدين. هل ركزتوا من خلال رسائلكم التوعوية اللي تقدمونها عن موضوع الشراء العاطفي بالنسبة حق أيضا يمكن الفئات العمرية الصغيرة تكون دائما يمكن إحنا نعاني من الشراء العاطفي، لما نروح مكان حمد نقول يمكن أحتاج ذي بشتري، يمكن أحتاج ذي عقب كم من يوم باخذه، فهل هناك رسائل توعوية بخصوص حتى ما تفكر إن يمكن أحتاجه إحنا ناخذه بس. طبعا اليوم أساليب الترويج تطورت والتسويق جدا صار يعني عالم قائم بذاته، والرسائل اليوم توصلش إلى حد موبايلش، يعني إن هذه عروض ترويجية، هذه عروض تخفيضات. طبعا إحنا كوزارة صناعة وتجارة وسياحة نعم نشجع على العروض الترويجية والحملات التخفيضات، ولكن كذلك المستهلك يجب أن يكون واعي وحسب ثقافة الادخار اللي قاعدين إحنا نركز عليها في النشأ، إنه مهم جدا تضع لك الأولويات. فلما أدخل السوق لازم أكون عندي قائمة بالمشتريات على أساس أن لو أشوف أي إعلان، يعني طبعا الإعلانات جدا جميلة وتجذب تجذب المستهلك، وتجذب خصوصا مثل ما تفضلتي وذكرتي فئة الشباب.
خصوصا للأشياء اللي قد يكون الشخص يستهلكها بشكل مستمر. وهذه للأمانة يعني عادة للأسف اليوم طغت في مجتمعاتنا بثقافة الاستهلاك المستمر من خلال التسوق العاطفي. لذلك دائما نحن نركز في برامجنا التوعوية التزم بما تم تحديده سلفا في قائمة المتطلبات الخاصة بالمشتريات، مشتريات الأسرة، ودائما ننوه أن يعني عدم الانسياق والانجذاب. نعم، إذا كان هذه الايتمز اللي مذكورة في مثلا العروض الترويجية والتخفيضات إذا كنت أحتاجها وتمثل لي مثلا أولوية، نعم أروح وأشتريها، ولكن بعد لازم ما تطوف أو تتجاوز الميزانية المحددة لها. أو حتى يمكن الكميات، يعني أستاذ ساعات أنا لما أشوف في عروض ترويجية أقول ما بأخذ قطعة ولا قطعتين، بأخذ ثلاثة أربعة صح. لأن مسوين عليه هذه العروض، فدائما كل مرة يحطون نيو تريكس خلاص احنا ما نقدر نتحمل، مشكلة تعودنا. طبعا استاذ خلينا البرمجة صح، خلينا نتكلم عن القطاع التجاري بما أننا تكلمنا عن المستهلك، لكن القطاع التجاري أكيد لا يعني نصيب في البرامج التوعوية اللي سويتوها. خلينا نتكلم عن البرامج اللي سويتوها عشان هما يعني المخالفات اللي يسوونها ما تكثر أو ما يطيحون في هذا الخطأ. نعم طبعاً إحنا كثفنا دورنا التوعوي على القطاع التجاري، قطاع البيع بالتجزئة تحديداً، ومع جميع القطاعات التجارية التي تكثر عليها الشكاوي التي تردنا في إدارة حماية المستهلك. لذلك نحن نستهدف هذا الشريحة، نحاول أن احنا نبسط لهم ونشرح لهم الأساسيات التي وردت في قانون حماية المستهلك من خلال الالتزامات الملقاة على عاتق القطاع التجاري كمزود. مثلا أن هي في قطع الغيار مثلا يجب توفيرها خلال مثلا هلقد فترة، إذا كانت مو موجودة وراح يتم جلبها من الخارج يجب أن يتم الاتفاق مع المستهلك، وهكذا. يعني القطاع التجاري أيضا شريك أساسي مع إدارة حماية المستهلك، وما كان في أفضل من هذه الشراكة اللي استفدنا منها خلال العام الماضي في أول مؤتمر. كانت عندنا فعالية كبيرة، كانت مؤتمر ومعرض حماية المستهلك الأول من نوعه في البحرين، واللي كان معانا شريك أساسي فيها القطاع التجاري. طبعا لاقى إقبال شديد من الجمهور المشاركين وكذلك العارضين، حيث شارك القطاع التجاري في الشرح والتوعية بمنتجاتهم، مثلا قطع الأصلية، القطع المقلدة، المغشوشة، والتفريق فيه. طبعا حتى الفنيين قد لا يكونون على يعني دراية بالتمييز بين القطع الأصلية والقطع المغشوشة. يعني اليوم تطورت التكنولوجيا وعالم الغش التجاري، يعني بحيث أنه لا يستطيع الشخص بسهولة التمييز بين الأصلي وبين المغشوش. لذلك دائما كنا نركز أيضا في برامجنا التوعوية على القطاع التجاري للالتزام والتفاهم حول آلية الحلول الودية التي يجب إيجادها في حال لو صارت شكاوى من قبل المستهلكين. طبعا أستاذة، طبعا أكيد دوركم واضح ومهم للمجتمع سواء للمستهلك أو القطاع التجاري. كل الشكر لك اليوم على حضورك، وأكيد هذه المعلومات اللي ممكن المشاهد قيمة وممكن المشاهد ما يعرف عنها أو مو ملتفت فيها، او يمكن نسيناها، بعض الناس نسى هذا الموضوع، خصوصا موضوع الادخار وموضوع شلون الحياه. عشان كذي حمد دائما رسائل توعويتكم مستمره، يعني غير الرسائل اللي توصلني يمكن خلال المسجات في التلفون. كل الشكر لك. شكرا لك، يعطيك العافيه. مشاهدينا راح نروح فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا من بعد الفاصل. في ظل جائحة كورونا مع صعوبات التنقل والوصول للمعلومة الحقيقية، وطبعا معها راح يعقد توصل الاختبار
الاختيار السليم، هذا اللي يصير مع الطلبة المتوجهين لمقاعد الجامعات بمختلف التخصصات. وهذا ما جعل جمعية المرصد لحقوق الإنسان تطلق فعالية مستشارك لتخصصك. للتفاصيل أكثر عن هذه الفعالية يسرنا تواجد المهندس علي عشان نعرف عن هذه طبعاً الجمعية. خلينا نتكلم عنها ونرحب فيك في البداية. أكيد طبعاً أرحب فيكم، صباح الخير. صباح النور. أخوي حمد وأختي إيمان يعطيكم الصحة والعافية على هذه الاستضافة. وكلنا يمكن شرف ان احنا نعرض هذه الفكره في برنامجكم. احنا اللي سعيدين اكيد بتواجدكم وحضوركم معنا لليوم. طبعا عطنا نبذه مختصره عن هذه الجمعيه وعن هذه المبادره. اكيد طبعا نبذه مختصره عن جمعيتنا. طبعا احنا مؤسسه غير اهليه تاسست في عام 2011 ونسعى يعني بلا شك لنشر ثقافه حقوق الانسان، إضافة أن احنا نعزز من أسس الديمقراطية والمواطنة اللي هي بلا شك راح تنتج لنا كوادر شابة تسعى لنشر هذه الثقافة ونفخر فيها احنا كجمعية. دوركم وايد مهم. أكيد. أكيد. أكيد بالنسبة أكيد حق الطلبة اللي حابين يدورون التخصص المناسب لهم. لكن خلينا نتكلم معك علي، شنو هو برنامج مستشارك لتخصصك وكيف يتم الترتيب مع الجمعية يمكن على هذه البرنامج؟ طبعا تعودنا في جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن احنا دائما نقترح الأفكار، وبلا شك طبعا كلنا نرحب في هذه الروح، روح الاقتراح الأفكار. فيات هذه الفكرة يعني أحب أوجه عبر برنامجكم تحية للأستاذ محسن الغريري رئيس جمعية مرصد لحقوق الإنسان اللي تقبل هذه الفكرة عندما اقترحناها إحنا كأعضاء. فكرة مستشارك لتخصصك طبعا في ظل جائحة كورونا، وكون إن إحنا جمعية خاصة بحقوق الإنسان وتحت بند حق التعليم، فكرنا في هذه الفكرة وطرحناها وقلنا الحين بما أن مثل ما أنتم عارفين التجمعات أصبحت خلنا نقول ما يفضلونها الحين عشان نحد من مرض صح. كورونا وإلى آخره. فقلنا ليش ما نسوي شيء إلكتروني ونخلي شيء نفس يوم التهيئة بس نسوي بطريقتنا إحنا. فتواصلنا طبعاً، أحب أوجه تحية عبر برنامجكم للي إحنا صنفناهم كمستشارين، هم طلبة شباب أنهوا تخرجهم من التخصص نفسه وعملوا فيه. فقلنا لهم ايش رايكم ان انتم تبادرون معنا تطوعا منكم، يكونون نموذج وتوجهون الطلبه الجدد المقبلين على الحياه الجامعيه في ظل هذه الجائحه ان هم يقدرون ان هم ياخذون التخصص المناسب لهم، خاصه ان انتم درستوا واشتغلتوا فانتم بتعطونهم او بتعبرون لهم باحسن خلينا نقول المثال الافضل عشان توصل المعلومه اكثر. يمكن احنا على زماننا كنا نبحث عن مثل هاي النماذج وفكرنا فيه وطرحناها والحمد لله يعني نشرناها عبر مواقعنا. صح. طبعا فعالية مستشارك لتخصصك اللي تكلمت عنها اكيد هذه فرصة للطلاب عشان يكونون يشاركون فيها في الاوضاع الحالية اللي احنا بنمر فيها مثل كورونا، لكن كلمني عن ردة فعلهم وهم وشلون تجاوبهم في النهاية. طبعا تواصلنا عبر ذلك. طبعا احب اشكر اللي احنا رشحناهم للمستشارين 15 من كل تخصص، تواصلنا معهم عشان ناخذ ردود فعلهم نقول لهم تواصلوا معكم الطلبة، احنا حاطين وسائل التواصل خاصة فيهم من رقم تلفونهم او وسيلة اي وسيلة تواصل حابين ان الطلبة يتواصلون معهم فيها. فتواصلنا معهم وكنا ناخذ منهم خلينا نقول ردة فعلهم حول تجاوب الطلبة. ما شاء الله يعني يقولون انه يعني متفاعلين معنا وايد ومقبلين علينا وايد لدرجة ان كله يطرش لنا رسالة ويسألون، ويعني نشاط فيهم كطلبة مقبلين على الحياة الجامعية. فجدا كانوا مستمتعين كمستشارين كون ان الطلبة تواصلوا معهم وكون ان هم يمكن يتمنون ان هذا الشيء كان يصير في اوقاتهم وما عندهم مانع ان هم يمدون يد العون للطلبة الجدد. فبلا شك يعني مثل ما انتم عارفين احنا كلنا درسنا جامعة وشفنا التخصص وشفنا العمل، ففرق شاسع ما بين العمل والتخصص. فلما يكون عندنا نموذج متكامل صح. وانا اعرضه لك وايد بيفيد الطالب، يستفيدون من التجربه يستفيدون من الخبره لان هم في مجال تخصصهم ومجال ايضا عملهم في هالجانب. ودي اسالك اليوم اخوي علي اكثر رؤيتكم المستقبليه للجمعيه، هل هناك ايضا مبادرات نفس هذه المبادره اللي انتم قاعد تقومون فيها ونفس هذا البرنامج؟ يعني انتم اكيد الهدف الاساسي من مبادراتكم ان تخدمون الشباب في المجتمع. أكيد. لكن شنو خططكم المستقبليه؟
طبعا رؤيتنا كجمعية المغسل لحقوق الإنسان أن احنا نعزز من حقوق الإنسان المختلفة في كافة المجالات. الفعاليات على مدار السنة مختلفة، يعني على حسب خلينا نقول اللي يحتاجه الوضع الحالي في مملكتنا العزيزة، أو على حسب اقتراحات الأعضاء. احنا جمعية نركز دائما على مقترحات الأعضاء، وايد نحب ان احنا نتشاور معاهم. مثل ما انتم عارفين يعني احنا ما نقول فريق واحد، احنا نقول أسرة واحدة. فيمكن بلا شك يعني احنا طموحنا ورؤيتنا كجمعية ان احنا نعزز من حقوق الإنسان ايا كانت، وبلا شك طبعا نرفع اسم مملكتنا الغالية عالية. يعني اكيد المهندس علي تلفت نشكرك على تواجدك وحضورك معنا لليوم، ونشكركم ايضا على المبادرات اللي قاعد تقدمونها في جمعيه المرصد لحقوق الانسان. يعني فعلا مبادرات تهم المجتمع وتهم الشباب. اذا تسمحوا لي بكلمه اخيره مني. تفضل. طبعا انا اشكركم انت واليوم كاعلاميين، هذا واجبنا، قاعدين تستعرضون النماذج الناجحه في مجتمعنا البحريني. واشكر يعني بباقه شكر وعرفان لسعاده الوزير الاعلام الاستاذ علي الرميحي، هو إنسان يعني عظيم جداً، ووالد وأب يحتضن كل الكوادر اللي هما تحته. فتحية لكم أنتم جميعاً اليوم على جهودكم الإعلامية الرائعة جداً. شكراً. وتحية لكل واحد يقدم مجهوده، حتى للمستشارين اللي احنا عملوا معنا في الفعاليات المرصد اللي هي مستشار لتخصصك، أيضاً تحية لهم، ولجميع الداعمين لنا كجمعية، ولجميع خلينا نقول اللي يساعدون في تخطينا لهذه الأزمة. واحنا نقدم أكيد التحية لكم على هذه المبادرات التخصصية. فأكيد نشكر تواجدك وحضورك، بس إذا تسمح لنا ننتقل لضيفتنا رئيفة، خلينا نشوف الشكل النهائي حق اللوحة. تفضل. حياكم. تسلم. مرحبا. وصلنا للختام، وخلينا نشوف شنو اللي جهزتي لنا من القطع. طبعا هاي بسرعة بسرعة يعني. هاي كذي بسرعة بسرعة. بس عشان المشاهد يشوفها، هاي اللي حطيتي. اي ما شاء الله صار بسرعة يعني جهز. وشنو الخطوات اللي حطيتيها بس عشان نذكر المشاهدين؟ لصقت القطع، وبعدين طبعا اول شيء رسمت. اي وبعدين لصقت القطع وخليتهم بعدين بالمعجون. سويت خلطة المعجون. حلو. بس حطيت عليه ونظفته. عارفه ايش قد خذ لك الحين وقت لما خلصتي؟ توقع لما التقينا فيك ساعه الاقل، الاقل اقل من ساعه. فنص ساعه حق هذه الحجم، لو كانت مثل ذي كم ياخذ لها او اللي العوده؟ والله هذا يعني انا لانه شغلي دائما يعني دقه واكثر تأني اكثر، فياخذ لي انا تمت عليها شهر ذي. ما شاء الله صراحه تستاهل. تستاهل هالوقت لان طلعت بهالصوره المرتبه. يعني خلينا نشوف هالقطعه هذه حلوه يعني بعد. يعني مجهود، لا تفكر انه بس نص ساعه ذي، لا مجهود اذا تبي تسوي شيء يعني بيرفكشن. على كل قطعه ان ما تكون زاويتها حاده ولا يمكن هذا اللي ميزك اليوم، ان انت حتى لما تقدمين القطعه تقدمينها بحب وتشتغلين عليها. أي يعني وتاخذين وقتك. حمد ايش رايك في هالطاوله الصغيره هاي؟ حق الكوب. حق الكوب صح. والله حلوه حتى الالوان، يعني حتى التفاصيل الصغيره البسيطه هني وايد حلوه. هلا تطقها شيء يصير اكبر. انت تبي الطاوله الاكبر. الطاوله الاكبر. حلو. إذا طاحت قطعة يمكن من قطع الموزايك أستاذة، هل في مجال نرجع نحط قطعة ثانية بدالها، ولا لازم نبتدي من البداية؟ لا ما تخترب ولا الألوان يخترب في شيء. لو قطعة قطعتين بس أنا ما صادف إنه يعني صادف. الحمد لله لأن تأخذين راحتك وأنت. إيه لا خليهم حريصة. هي حريصة على يعني مثل ما نقول الجودة. الشغل. جودة في الشغل. حمد هذه اللوحة اللي بالرزن شوفها اللي يمك. إيه حلوة. لا من كذي حلوة إن فيها لمعة، بس نفس ما قلت لك التكتشر في ذوق إنك تيود عندي أحلى. حبيته أكثر. يعني بس حلو إنك تدمج فن. شغل يدوي كأن شغل. صح. صح جاهز. أي جاهز. إحنا أكيد نشكر تواجدك حضورك ويانا أستاذة رئيفة، يعني فعلاً استمتعنا بهالفقرة، وإحنا كل مرة نتعلم فن جديد. واليوم تعلمنا معك فن المزيك. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. وننتظر نهاية السنة لأن قلتي عندك خلطة جديدة حق هالمشروع. مرة جاية إن شاء الله أكيد بعد بنزين هاي الطوفة. نزين طوفة. كيف هم يعني فريق العمل موراضين، احنا بنزينها من البدايه للنهايه. شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. طبعا كذي مشاهدينا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، نشوفكم باكر على خير. مع السلامه.